عم يرفض جد وجدة نيلة اللي تجاوز عمرهم 75 سنة انه تسجلهم على المنصة المخصصة لتلقي لقاح كورونا، والسبب شو بدنا بهالشغلة؟ خلينا نعيش اللي باقي لنا مثل ما نحنا. بلبنان بيوصل عدد الاشخاص اللي هن فوق ال 75 سنة ل 340 الف شخص من مختلف الجنسيات على الاراضي اللبنانية، وطبعا حالة نيلة في مثلها كتير بالمجتمع اللبناني لكثرة الاخبار حول اللقاحات اللي ضيعت اللبنانيين. هيدا الواقع انعكس على نسبة التسجيل على المنصة، حيث قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبد الرحمن البزري انه كنا منرغب بانه تكون نسبة التسجيل اعلى واللقاح بالنسبة للمواطنين بعد نظري. فقديه بلغ لليوم نسبة التسجيل وشو باعتقاد المعنيين سبب انخفاضه؟ بحسب مصادر تلفزيون نشرة، فبلغ عدد المسجلين من الطاقم الطبي نحو 100,000 شخص، أما الأشخاص اللي تسجلوا اللي هن خارج الأطقم الطبية فعددهم تجاوز 200,000 شخص. وعن سبب انخفاض نسبة التسجيل اعتبرت المصادر أنه ما فينا نعتبر أنه العدد قليل باعتبار أنه اللقاح بعد ما وصل، مع توقعات أنه يرتفع عدد المسجلين بعد بدء وصول اللقاح. منشير إلى أنه أول لقاح وصل على لبنان هو فايزر الأمريكي، فهل هو آمن؟ بحسب الدراسات فأكثر لقاح آمن لليوم هو فايزر، فأعطى فعالية بنسبة وصلت ل 95%، يعني في 5% ممكن ما يستفيدوا. وبقراءة للنتائج والأرقام فنحو 43 مليون شخص حول العالم أخذوا هيدا اللقاح، و73 شخص منهم بس كان عندهم حساسية قوية، يعني 1 بالمليون هي نسبة قليلة كتير، وفي 23 شخص توفوا وكلهم من المسنين، حيث عم بيتم التحقيق بأسباب الوفاة. بهذا الإطار ذكرت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي عدم وجود علاقة بين لقاح فايزر وحالات الوفاة اللي تم تسجيلها. وعن الحملات اللي ممكن تشجع الناس انه ياخدوا اللقاح بلبنان، قالت المصادر لتلفزيون نشرة انه بالاجمال من الاسبوع الجاي رح تبلش الحملات التوعوية الرسمية على اهمية اللقاح ومدى امانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام. فهل رح تقدر الدولة اللبنانية تكون عادلة بتوزيع اللقاح وتجذب اكبر عدد من اللبنانيين ليتلقوا لتشكل مناعة جماعية؟